في إطار مشروع التعليم والمواكبة عن بعد، مجموعة مدارس نخبة طيبة تكثف الجهود وتضع رهن إشارتكم جميع الوسائل الضرورية التي من شأنها أن تساهم في إنجاح هذه العملية الجديدة. كل الشكر والامتنان إذن للفريق التربوي والفريق الإداري، والشكر موصول كذلك لتلامذتنا الأعزاء وآبائهم المحترمين على تفهمهم التزامهم وكذا مشاركتهم. أهلا وسهلا صغاري، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. تلاميذ مستوى الروض المتوسط، معكم أستاذ ابتسام مبسط. إذا نبدأ بمادة الرياضيات. النشاط عنوانه مفهوم الكمية التناظر والأهداف. إذا هدف من هذا النشاط أن يتمكن الطفل من مقارنة مجموعتين من حيث عدد عناصر كل منهما، وأن يكتشف مفهوم الكم والتعامل مع كميات بسيطة. نبدأ على بركة الله. إذن أعزائي الصغار، سوف نتعرف في هذه الحصة على كيفية مقارنة كميات مجموعات مرسومة مع وصل كل عنصر من المجموعة الأولى بعنصر من المجموعة الثانية بخط، مع ملاحظة هل هناك تساوي أو عدم تساوي بينهما. إذن كما تلاحظون في الصورة، أصل كل بالونة بطفل. إذن نعد كم لدينا من بالونة. لدينا 1 بالونة صفراء، 2 بالونة حمراء، 3 بالونة خضراء، و4 بالونة زرقاء، ولدينا 4 أطفال. إذن نصل البالونة الصفراء بالطفل الأول، والبالونة الحمراء بالطفل الثاني، والبالونة الخضراء بالطفل الثالث، ثم أخيرا البالونة الزرقاء بالطفل الرابع. نعم صغاري، إذن هنا أصل كل كلب بوسيلته وأشطب على العنصر الزائد. إذن كما تلاحظون لدينا 1، 2، 3، 4، 5 وصائد، مع 1، 2، 3، 4 كلاب. إذن سوف نصل الوسيلة الأولى بالكلب الأول، الثانية مع الثاني، الثالثة مع الثالث، الرابعة مع الرابع، والوسيلة الأخيرة سوف نشطبها لأنها عنصر زائد. الآن سوف نمر إلى السؤال الموازي. أصل كل طفل بلوحته وأضيف اللوحات الناقصة. إذن كما تلاحظون صغاري لدينا 1، 2، 3، 4 4 أطفال، مع 1، 2، 3 3 لوحات. إذن سوف نصل الطفل الأول مع اللوحة الأولى، الطفل الثاني مع اللوحة الثانية، الطفل الثالث مع اللوحة الثالثة، وأخيرا بقت لنا هذه المسكينة، سوف نرسم لها لوحة ونصلها بها. إذن كما تلاحظون لقد صلنا البنت مع اللوحة المناسبة لها. نمر الآن إلى السؤال الموالي. أصل كل طفل بكأسه، ماذا ألاحظ؟ إذن لاحظوا لدينا 1، 2، 3، 4، 5، 6 6 أطفال، ولدينا 1، 2، 3، 4، 5 5 كؤوس. إذن نصل الطفل الأول بالكأس الأول، الطفل الثاني مع الكأس الثاني، الطفل الثالث مع الكأس الثالث، الطفل الرابع مع الكأس الرابع، والطفل الخامس مع الكأس الخامس. إذن كما تلاحظون ليس هناك تساوي بين عدد الأطفال وعدد الكؤوس. إذن هنا عدد الأطفال أكثر من عدد الكؤوس. مفهوم صغاري؟ إذن هنا أصل كل هرة بفأر. إذن يجب علينا أن نصل أو نقابل كل هرة بفأر. إذن كما ترون على اليسار لدينا 3 قطط، وعلى اليمين أيضا لدينا 3 فئران. إذن سنصل كل قطة بفأر، هكذا القطة الأولى، القطة الثانية، ثم القطة الثالثة. في سؤال موالي، أصل كل طفل بكرة. إذن لدينا 3 أطفال، 3 أطفال عفوا، و3 كرات. إذن سوف نصل كل طفل بالكرة المقابلة له. نعم هنا صغاري، أحيط الأنصاف المتشابهة. إذن كما تلاحظون لدينا أشكال في الصف الأول، الصف الثاني، الصف الثالث، والصف الرابع. إذن كما تلاحظون هذه الأشكال مقسمة إلى قسمين، إلى نصفين. هذا الشكل الأول كأس، الشكل الثاني يفطين، وهناك عدة أشكال. إذن لاحظوا معي في الصف الأول أي من هذه الأشكال متشابهة؟ نعم أحسنتم. إذن الشكل الأول هو له نصفان متشابهان، الصف الثاني
نعم، أحسنتم صغاري. إذن فقط سوف نحيط الأنصاف المتشابهة. إذن في الصف الأول لدينا فقط صنف نصف واحد متشابه وهو الكأس، سوف نحيطه. نعم، نمر الآن إلى الصف الثاني. لدينا نعم الشكل الثاني في الصف الثاني متشابه، والشكل أيضا الثالث في الصف الثاني متشابه. نعم، نمر الآن إلى الصف الثالث. نعم، جميع أشكاله متشابهة. أحسنتم صغار. إذن الأنصاف متشابهة هنا، الأولى والثانية والثالثة في الصف الثالث. إذن واحد، اثنان، ثلاثة. الآن نمر إلى الصف الأخير. نعم، بالنسبة للشكل الأول هو غير متشابه، الشكل الثاني متشابه، أحسنتم. أما الشكل الأخير فهو غير متشابه. أحسنتم صغاري. بهذا يا صغاري نكون قد أنهينا حصصنا لمادة الرياضيات. أحبكم جميعا وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس. إلى اللقاء صغاري.